فصل الصيف. نحن نعرف أن في فصل الصيف الشعر يكون يتحرق نوعا ما مع الوفود البحر والبيسين، دونك يصرى ضرر بشعر المرأة من ما يجعلنا نديروا لها ديكوب، نحيوا لهم لي فورش، نديروا لهم دي سوين كابيلير باش الشعر تاعهم ما ياخذش صدمه مع الشمس ولا مع اليود تاع البحر ولا مع الكلوغ تاع لابيسين. لازم نديرو دي زيغاليزاسيون باش نحو لي فورش، باش لي فورش تاعنا ما يطلعوش وما يديروش ضرر اكثر للشعر. منها تكون طوندونس وكون تغيير وغلوكينغ، ومنها نحافظو على الشعر. هذا شيء مهم في فصل الصيف. La coupe comme un visagiste, automatiquement شوف la forme تاع le visage, le teint, le style تاع المرأة. هذه هي الميزة اللي تخلينا خيرو لها la coupe تاعها ونوع الشعر تاعها. في الشعر الطويل عندنا لي كوب اوندولي، سادير ديغرادي افيلي، وفي الشعر القصير لو كاري راهو طوندونس بانواعه، سواء ان كاري ديغرادي ولا ان كاري ديريكت. يكون الوجه تاعها دائري، من الاحسن نديرو لها ان كاري بلونجون اللي تحبو قصير، ونديرو لها ان كوب ديغرادي ولا ايفيلي اللي تحب تغاردي لا لونغور والطول تاع شعرها، باش نبدلو لها في الوجه تاعها، وباش نقصو لها من الضخامه تاع الوجه الدائري تاعها. كذلك نقدروا نديروا ديكوب سوفاج، نقدروا نديروا لهم ديكوب توجور طومبون سور لو فيزاج، ما نخلولهاش رقبتها عريانه، توجور في الطويل. النساء اللي شعرهم قصير ويحبوا يجوزوه الصيف تاعهم شعر طويل، حنايا نكونسيو لهم لي زيكستنسيون تشوفو، نخدمو لها لي زيكستنسيون تشوفو على حساب شعرها الطول تاعو، على حساب اللون، ويزيد لها انوثه وجمال اكثر.